تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية يحذر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الخميس الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة تيباز البوليدة بومرداس المدية زيوزو الشلف بجاية جيجل جي جي البويرة طارف عناب وهران خنشلة عين الدفلة الغواط ولاية برج بوريريج ولاية المسيلة سطيف ميلة أم البواقي باطنة بساقيل قسنطينة سكيكدا البيض معسكر تيارة غريزان مستغانم عين تيموشنت ولاية الجلفة تلمسان سعيدة انعامة تسمسيل سيدي بلعباس و قهراس بن عباس وولاية بشار